مشاهدينا، وللحديث أكثر عن الاتهامات الموجهة للنظام السوري بنهب المساعدات المقدمة لمتضرري الزلزال في سوريا، معنا من إسطنبول المحلل السياسي السوري الأستاذ صالح فاضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أهلا بكم. بعد نحو أسبوعين على الزلزال في سوريا، إلى أي مدى كانت الاتهامات الموجهة للنظام بسرقة المساعدات ونهبها صحيحة وواقعية؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام. السرقات بالنسبة للنظام هذا هو السلوك اليومي من ما قبل الزلزال، والحرامي الموجود قبل الزلزال هو نفسه موجود بعد الزلزال، بل وجدها فرصة أيضا للإثراء. نعم. وهذا الكلام ليس كلام ما يسمى بمعارضة النظام الحقيقة، وإنما كلام الموالاة نفسهم المواطنون السوريون الموجودون في الداخل، بل بحاضنة في منطقة الحاضنة للرئيس المجرم بشار الأسد، هم من يتحدث وصوروا فيديوهات عن أسواق طرطوس وأسواق جبلة وأسواق حلب. نعم. يعني حتى يعني أصبحت مفضوحة ومكشوفة حتى بالفيديو، يعني بتقول له إحدى الناشطات الإعلامية أنا سأشتكي عليكم. هكذا هذه كلها بضاعة المساعدات التي أتتنا من الدول. نعم. فقال لها أرجوك بسرعة اذهبي واشتكي. نوع من الازدراء الكامل، لا يخاف الشكوى. لماذا؟ لأن الجهة التي يشتكي إليها المواطن هي الجهة اللصية، هي جهة اللصوص، هم شركاء هذا التاجر الفاجر، متقاسمون سرقة أقوات الشعب. وكلنا أيضا يعني سمع ورأى أيضا بأم عينه من خلال الفيديوهات المنتشرة كيف جاءت شاحنات الإغاثة من الحشد الشعبي العراقي. نعم. إلى أسواق جبلة وأسواق حلب، وكيف نثرت في الملعب البلدي وغيرها. وعندما جاء المصورون والتلفزيونيون وذهبوا مباشرة، بدأوا بإعادة تحميل المساعدات وصورها الكثير من الهواة، وكما وصلنا خبر أن نفس جهات الحشد الشعبي العراقي طبعا بقيادة أبو فدك، هذا أحد المجرمين. نعم. في سوريا يعيدون بيعها، يأتوا بها من الشعب العراقي المتبرع إلى ليبيعها ويشتري بها طلقات ورصاص ليقتلنا بها. هذا ديدن الحشد الشعبي وديدن. طيب. كل أصدقاء النظام السوري المجرم. هؤلاء هذا النظام، هذا النظام والميليشيات الداعمة. نعم. في تقوية جرائمهم. هذا النظام والميليشيات الداعمة له، ولكن ماذا عن الأمين العام للأمم المتحدة شخصيا؟ يعني إلى أي مدى يتحمل مسؤولية عدم فتح المعابر رغم لديه القدرة والإمكانية على التوجيه بفتح المعابر؟ لماذا تم وضع كل هذه الذرائع لعدم فتحها وإدخال المساعدات للمنكوبين؟ بدنا نعرف حقيقة الأمم المتحدة نفسها. الأمم المتحدة الحقيقة يعني روسيا وأمريكا، لا يوجد أي دولة أخرى مؤثرة. هؤلاء يعني الموظفون الأمميون من الأمين العام إلى الموظفين الكبار والصغار، كلهم عبارة عن موظفون يقبضون رأس الشهر. المتحكم بالقرار هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، هم أهل الفيتو، هم أهل الملف السوري. الحقيقة المسيطرين على الملف السوري يعبثون بأرواح الشعب السوري، يعبثون بمستقبل الشعب السوري الطامح للحرية. هناك إرادة الحقيقة من ما يسمى بالمجتمع الدولي لمنع قيام حتى أي نظام ديمقراطي. نعم. في المنطقة، أي نظام تعددي، فكيف إذا كان هؤلاء هم من المسلمون السنة؟ أنا أقول ولست طائبيا، ولكن الواقع يفرض نفسه أن هناك حرب شعواء دولية على أهل السنة والجماعة لتشتيتهم وقتلهم، إما بالإهمال أو ببراميل الأسد أو برصاص الحشد الشعبي. نعم. وحزب الله في لبنان وغيرهم. هناك مؤامرة دولية، والأمين العام للأمم المتحدة وغيره هو عبارة عن موظف ينتظر راتبه آخر الشهر. يعني وفق هذه الصورة التي تصفها الآن أستاذ صالح، يعني إلى أي مدى تتطلب بالفعل تحقيق بما جرى؟ هل كانت المنظومة الأممية يعني لإدخال المساعدات على قدر الكارثة التي حلت بالشمال السوري المنعزل عن العالم اليوم؟ يعني أنا لو بدي أقول لك يعني بكل صراحة وبإحصائية بسيطة، 14 شاحنة جئتنا من الأمم المتحدة من خلال طريق باب الهواء، أهلنا في العشائر الفراتية في دير الزور،
والرقة وفي منبج. نعم هؤلاء فقط لوحدهم نزلوا أكثر من 15 ضعف من المساعدات الأممية. وعبركم أحيي عشائرنا الفراتية، عشائرنا في منبج، العشائر العربية الأصيلة التي لم تتخلى في يوم من الأيام عن واجبها الإنساني وواجبها الوطني وواجبها الشرعي أيضا. هؤلاء الحقيقة هم أهلنا وهؤلاء هم رصيدنا. وأقول للسوريين اليوم هذا الزلزال الذي هو لا تعتبره نقمة وإنما منحة كشف لنا عدونا من صديقنا، وبالتالي أصدقاؤنا الحقيقيون هم الذين يساعدوننا في كل وقت في وقت الملمات، هم مستودعنا الشعبي، هم المستودع الشعبي أقصد فيه عشائرنا وقبائلنا. هؤلاء الذين لبوا بدون قرارات بدون أي شيء بحماس وبصدق وعملا لوجه الله تعالى، هذا هو الباقي. فحول الحقيقة هذه المحنة إلى منحة، لأننا عرفنا أن الأمة على الصعيد الشعبي تتضافر، أما على صعيد الحكام فلهم أجندات سياسية لا غالبا لا تصب في صالح أبناء الأمة، وإنما هي عبارة عن أجندات دولية ومزيد من المؤامرات ومزيد من التضليل الإعلامي، لأنهم يملكون الإعلام ويملكون المال. طيب الحقيقة أستاذ فاضل، يعني المساعدات التي دخلت للنظام هي دخلت لتجارة النظام وتقويته، ولكن الله قادر على كل شيء. ونرى أن الليرة السورية رغم كل هذه السرقات التي لم تذهب إلى جيوب الدولة وإنما ذهبت إلى جيوب الفاسدين في الدولة، وهم كلهم فاسدون موظفين النظام. طيب أستاذ فاضل، هنا العملة السورية انهيارا جميعا. لو سمحت لي، يعني هل يستطيع الأسد اليوم أن يغتنم الفرصة ويعيد تدوير نفسه عبر ملف هذه المساعدات؟ حقيقة هو يعني الحمد لله أنه الله سبحانه وتعالى يعني من علينا أن يكون أعداؤنا أغبياء، وعلى رأسهم بشار الأسد. كانت هذه فرصة سانحة، ولكن باعتبار هو فاسد وأسرته ومن والاه كلهم فاسدون، فانكشفوا أمام المجتمع الدولي. حتى أن الفاينانشال تايمز كما قال تقريركم تتحدث عن استغلال النظام لهذه المساعدات وسرقتها، وانكشف أيضا عند حاضنته في جبلة وحتى في جبل العلويين حاضنته الشعبية انكشفوا أنهم عبارة عن لصوص وحرامية، وفي أسواق طرطوس باعتبار أنه كثير من الضباط العلوي منطقة طرطوس، فكانت السرقات أكبر في طرطوس، فعبت الأسواق وهن اللي صوروا، يعني أهل مدينة طرطوس هم الذين صوروا سرقات النظام وعليها الأخدام وعليها الصور، وفضح النظام شعبيا وفضح دوليا، وإن شاء الله هذا بداية السقوط. المحلل السياسي السوري الأستاذ صالح فاضل، شكرا جزيلا لكم. حياكم الله وإياكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.